بعض اللاعبين انه الطريقه الاسلوب هذا بده يعني وقت، بده انه يعني نضلنا نمارس هاي الطريقه علشان نتقنها. حتى يمكن اول مباريات ما كانت نتائج ايجابيه، تعرضنا لخسارات، تعرضنا لهجوم وتعرضنا لضغط. الكابتن حسين ظل مصمم وظل يعني مؤمن في هاي الطريقة. الحمد لله احنا كمان آمنا بأنفسنا وآمنا بالكابتن حسين على انه هاي الطريقة رح تنجح. نعم. وما قبل كأس آسيا بصراحة يعني برضو كمان يعني كان في تردد على انه نلعب بهاي الطريقة او ما نلعبها، ولكن الكابتن حسين قال انه هاي الطريقه راح نلعب فيها وراح نعتمدها وبدكم تنجحوا فيها ان شاء الله. هلا كان عندكم تخوف انكم تمارسوا نفس الطريقه؟ لانه مثلا على سبيل المثال كنا نلعب عالي، انا عم بقرا احصائيات مباريات قراتها، نسبه العالي كان كثير، الضغط العالي. السلام عليكم اصدقائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في الفيديو اصدقائي غادي تشوفوا صخره الدفاع منتخب النجمه يزن العرب، تكلم على الهدف ديالو القاتل والهدف اللي انقذ به منتخب النجمه ما امام منتخب العراق في كاس امم اسيا، تكلم على الانجازات ديالو مع منتخب الاردن، وكذلك تكلم على حسين عموته وما يقدمه لمنتخب النجمه. ما نطول لكم خوتي الاعزاء، نخليكم تفرجوا في هذا الفيديو ونتلاقوا في الخضيه. دافع الصلب عم بتدب الرعب في نفوس وقلوب الخصم، لكن مشوارك أنت بالذات كان مع النشامة كان الأميز، مرحلة انتصارات سواء كانت في التصفيات المزدوجة أو في نهائيات آسيا، كيف تغير الحال بهذا الشكل للمنتخب؟ يعني بصراحة شوف مشوارنا كان أنه يعني الواحد دائما بيطمح على أنه يقدم أفضل أداء يعني عنده، دائما بيحاول أنه يكون يعني يساعد الفريق بكل ما عنده من خبرة. الحمد لله يعني قدرنا على أنه بعد نكس يعني بال 2018 وال 2022 ما قدرنا أنه نتأهل لكأس العالم. إن شاء الله أنه هاي الكأس العالم القادم إن شاء الله أنه نكون يعني متواجدين، رح نعمل كل جهودنا لحتى نسعد جماهيرنا، وإن شاء الله على إنه نستمر على هذا النسق وعلى هذا الأداء، وإن شاء الله أكيد يعني في بدعم الجمهور ومساندتهم إلنا وتشجيعهم إلنا إحنا إن شاء الله راح نكون في نهائيات كأس العالم 2026. حلوة الصورة يا كابتن آي وحش. إحنا منشوفك وحش، بمعنى تعطينا ثقة الحمد لما تشوفكم هيك رجال، هاي صورة بتعطي رجولة اللي إحنا متعودينها في النشامة واللي بدنا نشوفكم فيها. لكن بدي أحكي معك أحكي فني شوي. أوكي، المنتخب بلعب بطريقة تغيرت هذه الطريقة، والطريقة هاي تساعد الفريق وبالأخص خط الدفاع إنه يتحكم في منطقته، تكون ملكه مسيطر عليها، مين مكان سون مون فون اللي بدك يا جيب أي نجم عالمي أنا مسيطر عليها. بدي أفهم منك شو اللي تغير معكم لقدرتوا تسيطروا أنت وديارة وسالم أيضا ومنظومة الدفاع مع الحارس عن المنطقة المحرمة، نحكي الثلث الأخير. بصراحة شوف إحنا يمكن بالسنوات الماضية المنتخب الوطني كان بيركز على الطابع الدفاعي أكثر، بنلعب على يعني على التكتل الدفاعي وما بنلعب كرة مفتوحة وما بنلعب الضغط العالي. الكابتن حسين لما إجا قرر على أنه يلعب بطريقة مغايرة وبأسلوب جديد، والحمد لله رب العالمين على أنه نجحنا فيه. لو بنستذكر بدايات الكابتن حسين يمكن شوي كان الوضع مش أوكي، مش تمام. كان في تخوف بصراحة عند بعض اللاعبين أنه الطريقة الأسلوب هذا بده يعني وقت، بده أنه يعني نضلنا نمارس هاي الطريقة علشان نتقنها. حتى يمكن أول مباريات ما كانت نتائج إيجابية، تعرضنا لخسارات، تعرضنا لهجوم وتعرضنا لضغط. الكابتن حسين ظل مصمم وظل يعني مؤمن في هاي الطريقة. الحمد لله إحنا كمان آمنا بأنفسنا وآمنا بالكابتن حسين على إنه هاي الطريقة رح تنجح. نعم. وما قبل كأس آسيا بصراحة يعني برضو كمان يعني كان في تردد على إنه نلعب بهاي الطريقة أو ما نلعبها، ولكن الكابتن حسين قال إنه هاي الطريقة راح نلعب فيها وراح نعتمدها وبدكم تنجحوا فيها إن شاء الله. هلا كان عندكم تخوف إنكم تمارسوا نفس الطريقة؟ لأنه مثلا على سبيل المثال كنا نلعب عالي، أنا عم بقرأ إحصائيات مباريات قرأتها، نسبة العالي كان كثير، الضغط العالي
لا الكرات العالية الكرات العالية عشوائية في بعضها خفت صحيح. بآسيا بعد يعني ماليزيا خفت صحيح. كل ما تمشي المباريات يعني بشوفك أنت وديارة مع الحارس عم تبنوا لعب من وراء مظبوط صح؟ صحيح اختلف الوضع كليا 100% أكيد الكابتن بصراحة يعني كان له دور كبير ومع الجهاز الفني طبعا جميعهم بقدم لهم كل التحية والجهاز الطبي والجهاز الإداري طبعا عشان ما ننسى حدا كان لهم دور بصراحة يعني فعال في أنه يحاولوا قدر المستطاع أنه نوصل كأس آسيا نكون مطورين البناء من الخلف والحمد لله يعني نجحنا بنسبة كبيرة على أنه يعني نقلل الكرات العالية وإذا بدنا نلعب كرات عالية تكون كرات مدروسة ما تروح للخصم إذا بتلاحظ يمكن كان في كرات قطرية توصل لموسى التعمري ويروح يعني واحد ضد واحد وتكون يعني صناعة هجمة نعم فكان بصراحة يعني على على يعني على مستوى أنا كنت يعني المدربين كانوا ياخذوني تدريبات فردية لحالي يعني أجي أتمرن بالملعب باستاذ عمان ونعمل تمرينات فردية على أساس يطور الكرات القطرية العالية اللي هي ممكن إنها يعني الواحد يصنع منها هجمة مميزة والحمد لله على إنه يعني تمكننا على إنه نلعب من الخلف ونبني ونوصل لمرمى الخصم بطريقة سلسة وأتقنتوا هذه الطريقة ولكن أنتوا أضفتوا عليها أنكم كما كان عموتة جالس في مكانك بأثناء استضافته وحكى بده يطور طريقة المدافع المهاجم برضو في لكم أدوار هجومية أنتو صحيح. مش بس الكرات الثابتة يعني في مرات بدكم تطلعوا وهذا شفناه ما شاء الله عليكم أنت وأيضا ديارة حسمتوا مباريات حاسمة وبدأ أحكي عن الهدف الثاني في العراق أحكي لنا قصته يا كابتن الله بصراحة أكيد يعني أنا كلاعب مدافع وظيفتي الأولى هي حماية المرمى فريقي وفي حال انه يعني استطعت على انه اساعد فريقي وانه اسجل بيكون يعني برضه كمان يعني هذا شيء ايجابي فبصراحه كنا حابين انه نثبت للجميع على انه احنا قادرين على انه يعني نتواجد هون ونسجل ونثبت يعني على انه بنستحق انه نكون هون وقادرين على انه نوصل لادوار متقدمه فبصراحه هدف العراق يعني اجتك الطابه اول شيء بصراحه حضرتها لبرا صحيح صحيح, صحيح. أغلى هدف في حياتي يعني هذا إلى الآن إن شاء الله راح يكون في أهداف إن شاء الله كمان أهداف إن شاء الله أهم وأغلى إن شاء الله. تسعد الجماهير إن شاء الله فبصراحة هي بعد الهدف الثاني لمنتخب العراق طلبت من الكابتن حسين على إنه أتقدم للأمام وهو حكى لي طبعاً روح تقدم للأمام لأنه خلص يعني ما توكل على الله بالضبط فكنت مصمم على إنه يعني لازم نرجع بالنتيجة بأي شكل من الأشكال والحمد لله على إنه النقص العددي كان يعني بصالحنا لمنتخب العراق ف تتحرك براحتك وبتتوقع انت وين الكره ممكن تكون بالضبط بالضبط بقراها انا بالمناسبه كنت لاعب مهاجم قبل ما انتقل لخط الدفاع بعمر 16 عام انتقلت للدفاع ف يعني عندك السنس هذا بالضبط يعني بقرا اللعب كويس حتى ما قبل الهدف بصراحه اجتني هجمه او هجمتين كان برضو كمان خطره الهدف يعني قصته يعني لا تصدق بصراحه شفنا الادرينالين الروح والحماس والعزيمه عند موسى اللي كانت واللي كانت عند يزن برضو استلمها مني وبعدين راحت لنزار صار في شويه بعدين بالضبط بالضبط ف لما خلص قرات انه راح ترتد من الحارس موسى راح يسدد الكره راح ترتد من الحارس فضليتني طالع مع خط الاوفسايد يعني حاولت على قدر المستطاع انه ما ضلك موجود بالسيف سايد يعني انه ما ولا اعطي اي شك انه اكون بالاوفسايد فبعد ما سدد الكره موسى خلص تاكدت انه راح ترتد من الحارس ضليتني متابع معاها لما شفت المرمى قدامي زي هيك خلاص أنا كنت عارف إنه هذا طريقنا للنهائي إن شاء الله راح يكون إن شاء الله
ويعني شاهدت هيك احلام مش طبيعيه بصراحه لما شفت وحطيت كل تركيزي فيها، فالحمد لله يعني اللي. طب ماذا عن بعديها؟ جاء هدف نزار مباشره، هذا هون بصراحه يعني المشاعر لا توصف بصراحه، يعني كانت صدمه مش طبيعيه، وكنا مؤمنين على انه لو مدت لاكسترا تايم يعني كنا قادرين على انه نسجل الثالث والرابع كمان. الحمد لله نهيناها في الوقت الأصلي، ويعني كانت مباراة يمكن تصنفت من أجمل المباريات في كأس آسيا. أعطتكم ثقة في الذهاب إلى النهائي؟ طبعاً لأنه مباراة مش سهلة، مباراة صعبة جداً كانت. أكيد أكيد، يعني المنتخب العراقي حجم الثقة اللي صار عندكم بداخلكم. هم فازوا على منتخب اليابان، يمكن كانت اليابان هي المؤهل الرئيسي يعني، ولا يعني هو اللي يعني منتخب اليابان اللي كان انه ياخذ البطولة. فاكيد يعني احنا كنا عارفين انه راح نواجه منتخب قوي، منتخب بدنيا عالي فنيا عالي، بيمتلك لاعبين مميزين، كنا مؤمنين بانفسنا وعارفين على انه احنا كمان يعني عندنا لاعبين جدا مميزين. الحمد لله يعني طبقنا تكتيك المدرب. نعم. ولعبنا بالروح النشامة، بروح يعني اللي دائما بتميز فيها منتخبنا، والحمد لله رب العالمين اللي طيب. استطعنا انه بعد نهائيات آسيا رحنا للتصفيات المزدوجة، بعض الناس حكوا بجوز هاي فزعة لأنهم متجمعين في قطر ودائما في التجمعات بنبدع، فزعة ولا لا هذا هو مستوانا، هذا هو وضعنا الطبيعي؟ كملتوها باكستان، طاجكستان والسعودية. صحيح، هو بديهيا لما أنت توصل لليفل معين طموحك راح يكبر، لما طموحك يكبر بديهيا طموح الجمهور والشارع الأردني والناس اللي بتحبنا دائما لا يعني راح تكبر. فإحنا بصراحة بعد ما وصلنا لنهائي كأس آسيا و وخلص يعني صار الكل يعني يحسب حساب للمنتخب الأردني إنه وصيف آسيا وصيف آسيا، وعنده لاعبين مميزين منهم بيلعبوا بالدوريات الأوروبية، فهذا الشيء يعني حط علينا ضغط أكبر ويعني خلانا على إنه نحاول إنه نضلنا على هذا الريتم، نضلنا على هذا المستوى. طب كابتن، طريقة اللعب يعني الفورمات 3-4-3 هي أساساً ساعدت في استخراج هذه الطاقات الموجودة عندكم طبعًا كلاعبين طبعًا. يعني طريقة اللعب أكيد. مثلاً تلعب 4-4-2 ما كان راح يصير هيك بصراحة، ولا 3-4-3 هي اللي ساعدت الكابتن لو مش متأكد وعارف على إنه هاي الطريقة راح ينجح فيها هذا المنتخب، راح ينجح في إمكانيات اللاعبين اللي عنده مثلاً، أكيد الكابتن عارف على إنه ومؤمن على إنه إحنا في هاي الطريقة راح تكون أنجح. طب أنتوا كمدافعين إيش أريح لكم كان؟ إحنا بصراحة إنك تسيطر على المنطقة الخلفية يعني وتبني. غالبا زي ما حكيت لك إحنا ما كنا نلعب بالطريقة هاي، كنا نلعب 4-4-2 أو 4 وبالنص يعني ديفر أو بالهجوم. كانت هاي الطريقة يعني لما أتقناها عرفنا يعني على إنه إحنا بننجح في هاي الطريقة أكثر. وبينت إمكانياتكم بالضبط يعني بالضبط. بين لي أنا مثلا كمتابع وبعرف في كرة القدم، بينت لي إمكانياتك وعندك إمكانيات أعلى مما كانت عليه في السابق. الحمد لله لا في مساحات نمشي فيها. صحيح صح؟ صحيح وضغط لقدام أكيد وكله أكيد. طب كابتن، ربما السؤال اللي يطرح على الجميع، بنحب نشوفكم كلكم في أندية أوروبية ويتم استدعائكم وقت تجمع المنتخب، لكن بدنا نشوف ماذا يناسب الآن كابتن يزن العرب من عروض احتراف بعد معذر. أنت وين رايح الآن؟ ما هي العروض الموجودة عندكم؟ سمعنا أنه في نادي كوري. والله بصراحة نعم صحيح، يعني الآن في عرض رسمي مقدم من نادي كوري جنوبي، هو فريق العاصمة نادي سيول بالضبط، وهو بطل يعني في كوريا، وبالإضافة أيضا كمان كان مهتمين بصراحة وإجوا تابعوني في أكثر من مباراة في قطر، نادي بوهانج ستيلرز كمان برضو الكوري الجنوبي، هو بطل أبطال آسيا مرتين ولكن الآن يعني المفاوضات يعني الرسمية يعني راح يكون يعني في قرار خلال إن شاء الله الأسابيع القادمة الجاي. يعني كوريا الجنوبية أكيد معروفة على إنها يعني من أفضل الدوريات على نعم. مستوى آسيا، فرصة جيدة ولكن بطمح للأفضل بصراحة. يعني الآن الواحد عارف على إنه
قدم بطولة كبيرة، واصل لنهائي كأس آسيا. يفترض من إنه يعني الأندية بتعرف شو 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 الأشياء اللي قدمناه وشو المستويات اللي قدمناها. وصار عندك أنت تجربة أيضا بالاحتراف في ماليزيا ولا بقطر ولا بالعراق. صحيح. لديك يعني أكيد. تجربة في التعامل مع منظومة الاحتراف. طبعا طبعا طبعا، إن شاء الله إحنا بنطمع على إنه دائما نكون في أفضل الأندية على مستوى العالم مش بس على مستوى آسيا، لأنه زي ما بنشاهد موسى ما شاء الله قاعد بيقدم مستويات جدا جميلة، وإن شاء الله أنه رح يستمر أكثر وأكثر ورح يوصل للسلة نضج أكثر، وفي لاعبين جدا يعني مميزين قادرين على أنهم يوصلوا لأفضل الدوريات في العالم، زي يزن وزي علي وزي عبد الله نصيب وإحسان وكل الشباب يعني بصراحة. ما مش كل شيء المادة بدي طبعا كمان. مش كل شيء. أصدقائي وصلنا النهاية، كنتمنى يكون نال إعجابكم هذا الفيديو، وبتلنا أخوتي الأعزاء تقول لكم تلقوا فيديو جديد موضوع جديد، والسلام عليكم.